من ناحية تانية، أكد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إن الفريق جاهز لمواجهة سان داونز، وقال كمان عارفين إن المباراة هتكون صعبة، لكن قدرنا نظهر في المباراة الأولى على إننا أقوياء وعندنا الثقة في تحقيق نتيجة إيجابية. الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي استقر على خوض مباراة ودية مع السودان يوم 18 مارس ده خلال المعسكر التحضيري ضمن استعداداته لمواجهة زامبيا في المرحلة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا المجمعة، ودي البطولة اللي هيتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. اتأهل الخماسي المصري مهند شعبان وأحمد الجندي ومحمد الجندي ومعتز وائل وأحمد أشرف لنهائي كأس العالم الخماسي الحديث للكبار، واللي بتستضيفها مصر في الفترة من 7 لحد 12 مارس. منتخب مصر القوس والسهم حصد 17 ميدالية متنوعة بواقع 5 ميداليات ذهبية و6 فضية و6 ميداليات برونزية في منافسات البطولة العربية الأولى للقوس والسهم داخل الصالات، واللي اتلعبت على مدار يومين في مدينة السليمانية في العراق. الأرماني يورجن كلوب مدير فريق ليفربول الإنجليزي أكد أن الهدف الأول لفريقه في الموسم الحالي هو التواجد في المربع الذهبي في البريمير ليج، وده علشان المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم اللي جاي. جراهام بوتر المدير الفني لفريق تشيلسي أعلن غياب الظهير الأيمن ريس جيمس عن مواجهة ليستر سيتي، واللي هتتلعب النهاردة ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي. بوتر أكد كمان أن مشاركة اللاعب رحيم ستيرلينج مشكوك فيها بسبب إصابة عضلية. كارلو أنشلوتي مدرب فريق ريال مدريد الإسباني أكد أن غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما عن مباراة إسبانيول اللي هتتلعب النهاردة على ملعب سانتياغو برنابيو هيكون مؤثر، وقال كمان بنزيما عنده ضربة في كاحلي ومش هيشارك في التدريبات، لكن هيكون موجود في مباراة يوم الأربعاء ضد ليفربول في مسابقة دوري أبطال أوروبا. نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أصدر بيان رسمي أكد من خلاله نجاح العملية الجراحية اللي أجراها نجم الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا في الكاحل الأيمن بإشراف المتخصص البريطاني جيمس كالدر في مستشفى سيبيتار بالعاصمة القطرية الدوحة. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لجمانة وأحمد علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر.